السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مستر كوتش والمؤلف سكا حسن. دائما في إطار الأسئلة اللي تنستقبلوا من طرف مجموعة ديال الطلبة والطالبات التي هي أدباء الامتحان البكالوريا، يعني كوتش الله يجزيك بخير، أشنو هما النصائح اللي ممكن نديروا للمراجعة؟ دابا كي تنعرفوا ما بقاش الوقت بزاف، إنما كاين ما يسمى النصائح للمراجعة الأخيرة. حنا ما خصناش نتاحوا في ذاك الفخ بانك دائما تقرا ودائما تدير ذاك الاستذكار، حيت حنا هذه النصائح الخاصه بالمراجعه الاخيره ما عليك انت كطالب او طالبه مراجعه النقاط الاساسيه او النقاط الرئيسيه. يعني ركز على مراجعه الملخصات اللي درتي، ركز على مراجعه النقاط الرئيسيه اللي درتي الاعداد ديالها من قبل. يعني ما تحاولش تعلم مواضيع جديده، راه الوقت راه ما بقالكش. كاينه قضيه اخرى، يعني انا كنت الناس اللي اشتغلت معهم او نيفو ديال الكوشين اشتغلت معهم او نيفو ديال المتابعه والمرافقه، اللي كنت تنصحهم باش تيصوبوا بطاقات تيتسموا فلاش كارد. هاد البطاقات التعليميه هما سو سون دي فلاش كارد، بطاقات دونك وليت هاد البطاقات تحضير عقلي، هذا تحضير عقلي للامتحان، ولكن هادو الشكل الاخر هو على المواد اللي تيكونوا عنده. انا تنقول لك خذي داك الملف ديال يعني تيدير درهم، كاين بالاحمر بالاصفر بالاخضر بالازرق، وقوم تحط السؤال هنا والجواب تحطو هنا. يعني اشنو كي تنستخدموا هاد البطاقات، يعني ملي تكون عندك الوقت الفراغ او داك الاوقات اللي هي قصيره او تنتظر الغداء او غادي تتمشى في واحد المكان، يعني عندك واحد المجموعه ديال البطاقات اللي فيها مجموعه ديال المعادلات انت اللي بغيتي تحفظهم. اول حاجه تنهز السؤال، تنقرا السؤال ماذا او كيف ولا لماذا أو اي سؤال. يعني انا الا كان الجواب صحيح تنقلب الورقه، كان الجواب صحيح تنديرها في الجيب ديالي، ما كانش الجواب صحيح تنردها لتحت وتنعاود نهز السؤال الثاني. جواب صحيح تنكلاسيها، ما صحيحش تنديرها. دونك على الاقل مع تنقرا بشكل اللي هو لا واعي ولكن بواحد المتعه، على الاقل تيولي عندي مثلا واحد نوع يعني واحد الكم قليل ديال البطاقات اللي مراجعه، هادو هما خصني فين نركز. ونقطة أخرى يعني اللي تنصح بها الطلبة والطالبات، حاول باش تحصل على نوم كافي، يعني 7 سوايع 8 سوايع 6 سوايع، وفي الغالب تنقولو حنا 8 سوايع 7 سوايع نوم كافي. نو علاش؟ حيت راه النوم راه مزيان، ما تكون على الأقل تحسن ليا الذاكرة وتيكون التركيز، ما تنوضش مريض. خاصة دابا الناس لا بليبار ديال الطلبة كانوا تيسهروا أكثر وأكثر فوق، كاين مثلا 6 لوحده، كاين مثلا 6 لجوج، كاين مثلا 6 ل 12 ونص، يعني ننصحهم ينزلوها اليوم ال 11 شي شويه ل 10 باش هما تيوصلوا لوقيت الامتحان تيكون بخير وعلى خير. وانتظرونا دابا ندير لكم واحد الفيديو اخر اللي هو يوم الامتحان وقبل الامتحان. تبارك الله عليكم وبالتوفيق.